بسم الله، السلام عليكم. تحية طيبة لكم من مدينة الراشدية، المدينة الجميلة الدافئة المعروفة بالتمر. مرحبا بكم في هذه المدينة. هذه عندنا هذا العرض، هذا ديال المنزل محفظ، المساحة ديالو 350 متر، كيتواجد قرب المطار في هذا الحي هذا الهادئ. كما كتشوفوا هذه الزنقه اللي كتدخل المنزل. المنزل مكون من طابق سفلي، طابق اول وطابق ثاني. الطابق السفلي فيه جريده والمسبح. مرحبا بكم في القناه ديالكم الخاصه بالاراضي والفيرمات والعقارات. تواصلوا معنا على رقم 0653 07 94. هذا هو المنزل المعروض للبيع. كما قلت لكم المساحه ديالو 350 متر محفظ. على بركه الله غنبداو هذا الباب ديال المدخل. غنمشيو دابا نشوفوا الجريده والمسبح. الدخله ديالو من هنا، هذه الدخله الجريده والبيسين. هذه هي الجرده. المنزل تبارك الله كبير، مساحه تبارك الله 350 متر، فيها الخير والبركه. عندنا جريده هنا، الجريده هي هذه. والمسبح كما كيبان لكم، المنزل تبارك الله كبير، ديال عائلة تكون كبيرة ما شاء الله، اتساع. كنعتذروا على الكاليتي ديال الفيديو. كاين امكاني انكم تجيو تشوفوا بعين المكان هذا المنزل الا كنتو انتريسي. على بركه الله غندخلوا نشوفوا الطابق السفلي. كما كتشوفوا المدخل هو هذا، هذا الكوان تحت الدروج. كتلقاو غرفة هنا كبيرة على اليسر، المراح وسط الدار، الدار مضوية تبارك الله. عندنا غرفة ثانية، كوزينة كبيرة، لاكور ديال الكوزينة هو هذا. نعاود نذكركم هاد الدار هادي كتواجد بمدينة الراشدية الغنية عن التعريف. هنا كنلقاو حمام كبير، عندنا صالون في قلب صالون، عندنا دوبل صالون، عاد صالون كبير. الدار تبارك الله كبيرة ما شاء الله. هذا السفلي فيه دو شامبر، دوبل صالون، كويزين، صالون كبير و دوش. من هنا كتبان لكم الجريده والمسبح. غنطلعوا دابا نشوفوا على بركه الله الطابق الاول ديال هذا المنزل. هذا كاين هنا الدخله كبيره ديال الدار، مقيعد وسط الدار. الدار تبارك الله مصلوحة كما كتشوفوا على حقها وطريقها، واتساع ما شاء الله. عندنا دوش بالبينوار ديالو، كوزينة كبيرة، غرفة ديال برومي ايطاج، هنا كما قلت لكم الطابق الاول فيه مجموع ثلاث غرف، صالون كبير، كوزينه، دوش، دو تواليت. هذا
بالكون ديال بيت النعاس. يعجبو هاد العرض هذا اعزائي الكرام، تواصل معنا عبر الواتساب او على الرقم. تحية طيبة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.